جيت تعتزل او تسيب النادي الاهلي، رفضت تماما تلعب لاي نادي تاني؟ ويمكن جالك عرض من الزمالك، كان كابتن ابراهيم وحسام حسن. انا جالي عروض كتيره، يعني مش عايز اقول اسماء، بس جالي عروض كتيره داخل مصر وخارج مصر، ورفضت. بس انا يعني كانت صعبه بالنسبه لي جدا. انا كان سني ساعتها 29 سنه بالظبط، واخد مع النادي الاهلي 19 بطوله داخل النادي الاهلي وانا عندي 9 سنين. فنشت 29 سنه، يعني سنين كتيره جدا بيتي، وكنت بقعد في النادي الاهلي اكتر ما بقعد مع اولادي وبيتي. كنت باجي انا وزمايلي، ولما كبرنا كنت باجي انا وياسر ريان من الساعه 10 الصبح نروح الساعه 8 9 بالليل. فكانت صعبه بالنسبه لي جدا ان انا يعني اقلع التيشيرت والبس تيشيرت تاني ايا كان هو اللون، وايا كان انا كانت صعبان عليا جدا ان يتقال مشير حنفي لاعب النادي الاهلي السابق ولاعب النادي الفلاني الحالي. فدي بالنسبه لي كنت رافضها تماما. ما بصيتش بقى، لا 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 لا، كان في بقى ساعتها كان في الاحتراف فعلا الحقيقي اتطبق في مصر، كان في الفلوس، بس انا طب انا هاخد الفلوس وبعد ما العب سنه ولا اتنين فخلاص كل التاريخ هيتنسي. فدي الحمد لله، يعني يمكن ربنا برضو يمكن ربنا صليت صلاه الاستخاره وربنا الهمني ان انا خلاص دي اخري. وبعدين انا كنت بحلم ان انا كنت ابقى موجود في النادي الاهلي، ده انا لعبت في النادي الاهلي وخدت بطولات في النادي الاهلي وفنشت وانا كابتن النادي الاهلي، فالحمد لله. مع ان في لعيبه دلوقتي يا كابتن يعني ما بيبقاش ده التفكير، بيبقى التفكير يمكن الاحتراف هو اللي طاغي دلوقتي، انه ما بيبقاش الانتماء قوي قد ما خلاص العرض الافضل اللي يجي لي. يعني شوف حضرتك قلت كلمه الانتماء. الانتماء ده مش موجود نهائي دلوقتي. انا بكلمك على اجيال مش فاتت، مش نهائي يعني انا بكلمك على اجيال فاتت. فعلا الانتماء اللي هو الحقيقي اللي في الدم بيجري، انا ممكن الانتماء ما بيتجزأش ولا بيتغير، انما ممكن دلوقتي الفلوس تغيره بحجه ايه؟ بحجه الاحتراف. لا يعني حضرتك شايف ان ده مش صح؟ طبعا في حاجه اسمها احتراف واستثمار، وفي حاجه اسمها انتماء. انا ممكن اكون منتمي جدا للنادي الاهلي وادخل موضوع الاحتراف والاستثمار والفلوس، بس انا مش هقدر، انا دمي خلاص اهلاوي. مش هينفع مهما تحط لي شيك هتحط لي فلوس، مش هينفع خلاص. فده في فرق بين اهو، في لعيبه في النادي الاهلي فعلا عندها انتماء قوي جدا طبعا، وفي لعيبه بتبص على انها احتراف وهو حقه حقه. بس انت لما تبقي متربيه، انا بقول مثل يا ريت كل الاهلاويه يتفقوا معايا في دي، النادي الاهلي ابونا. ما ينفعش بجميع الاحوال ان انا لعلي صوتي على ابوي ولا اجرح ابوي ولا اسيبه ولا استغنى عنه ولا 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 الكلام ده كله. واكيد ولاد النادي واكيد اللي لبس تيشيرت النادي الاهلي هيتفق معايا ان النادي الاهلي ابونا والدنا كلنا. فعشان يجي لي وقت الاختيار ان انا افاضل بين ابويا وبين عمي او بين جاري او هختار مين؟ انا بجاوبك انت او تجاوب عليا. باباك طب، والدك طب، بس انا لخصت لك كل اللي هتقوليه. طب شايف ازاي يا كابتن بقى الهجوم اللي كان حاصل الفتره اللي فاتت على النادي الاهلي؟